يا ربي ليه كذا صار؟ ليه كذا صار؟ والله لعبنا كان كويس يا أخي، صارت حماسي من أول البطولة. خلاص عادي يا شيخة لا تضيقين صدرك، ارجع للمسلسلات التركية وتركيك من الكورة بس. إلا بنات بسألكم، لعويس حارسته متزوج ولا لا؟ أيوة بدينا قلة الأدب الحين. إيه الرجال متزوج وعنده بنت اسمها لطيفة. أجدي أجل بروح الأحوال وغير اسمي وخليه لطيفة. يعي مرة مو بوقت مراهقتك البزر، كافي المنتخب خسران والعالم منفسه. عوده الى القلب من جديد، وصلت هذه الكره من الطرف الايمن، لدينا التمريره الى سالم. سالم 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 ونقله كره الخضوع. يا سالم يا سالم جول. يعني بيفرق هالهدف كذا ولا كذا؟ طالعين يا رجال يا ابوي، العيال ما قصروا وادوا اللي عليهم، لو ما في ايقافات واصابات كان تاهلنا. وصادق اشرف حكيمي يسعد. اشرف يسعد. مبروك مبروك، فرحنا لكم، لكن اليوم ما حد جانا، كله خسائر بخسائر، وجابت التكفيل، نبي ننقص استراحة. سلامات، وين ربع سنتي؟ يوم دور المجموعات كل الكراسي فل، والآن يوم تأهلتوا دور 16 ما حد جا منهم. وإذا بحيت المغاربة كلهم اللي ساكنين هنا في قطر، أصلاً كلهم قطر. تكلم سعودي، تكلم سعودي عشان نفهمك. باش ودنا نفهمك الحين. اغلب المغاربه اللي عايشين في الرياض راحوا قطر عشان يحضروا المباريات، لانه من بعد الدور ال16 صار الدخول لقطر مره سهل. حتى انا رحلتي بكره مره متحمسه احضر مباراه المغرب والبرتغال. ايوه مبروك علينا هذه البدايه، مازال ايوه راحت علينا، يلا مشينا، 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 مازال حمرا حمرا. اي 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 اتحدوك عيون المغرب، افلموا بكاس العالم ومطلعين اسبانيا من دور 16، والحين فايزين على البرتغال بجول. لو فازوا بيكون اول منتخب عربي يوصل نصف النهائي. يا رب تكمل بس. يا رب صفر يا حكم. الحين وراهم تالي الحكام مالهم نيه ينهون مباراه الحلال، بيزودوا الوقت عشان كريستيانو يسجل. شكل حكم مدريدي، صفر بسرعه، نبغى نضحك على المنتهي. يا الله مبروك علينا البداية، ومازال مازال، مبروك علينا وهذه البداية، مازال مازال. عيال عيال جت رسالة يقولون كريستيانو بيوقع مع النصر. وين أبوي تحلم أنت يا شيخ؟ ما في شيء بعيد عن النصر يا الطاقية. الأيام بين أتحداك المنتخب البطل. شيل يا طويل العمر، شيل شيل يا طويل العمر، شيل شيل البطولة، شيل. يوم جلدناهم صح صحوا. عاد صدقوني يا عيال، الله يمسي إنه يستاهل صراحة، هذا آخر كاس عالم له وجابه الكفو. الله قهر ياخذها ربع التولة ذا مشخصنا عشان كريستيانو يا ورع. إلا الأرجنتين كوفت وين وما له حس اليوم. شيل 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 يا طويل العمر، شيل شيل يا طويل العمر، شيل شيل البطولة، شيل شيل البطولة، شيل شيل الذهب، شيل.